كلاركسدورب، بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا. هنا يقيم ألوغيرد. الابنة ميلاني معها خلل تنسج النظم الجيني في البطين الأيمن، وهو داء هدد حياتها ودمر قلبها ببطء. أملها الوحيد في البقاء كان الحصول على قلب جديد. حين كاد الوقت ينفد منها، عثروا على قلب لها، خضعت لعملية زراعة القلب ونجت. كما لو أنهم أعادوا إلي حياتي الضائعة. الآن أخوها تريفر قد شخص بالداء نفسه. لو أخذنا مجموعة من 10 من هؤلاء الأشخاص، ولأن هذا الداء غير شائع، فإن تدهور حال بعضهم سيكون بطيئاً، بينما سيكون سريعاً للبعض الآخر. أما حالته فقد تدهورت إلى الأسوأ بسرعة، لا نعرف السبب الأكيد. إنه يحتاج إلى قلب بصورة عاجلة، وإذا لم يحصل عليه، ففرصته في العيش لستة أشهر قد تكون ضئيلة. إنها أكثر جنوناً؟ نعم، جنوناً، هذا ما أقصده. لم أكن أملك الطاقة لأجن. لا، لقد جنت بالكامل. أنا صرت المملة الآن. في كل مرة أنظر إليها، لا أصدق ما حدث. لا أصدق التغير والفرصة الثانية التي حصلت عليها في حياتها. ولا يعتاد المرء على هذه الحال بسهولة. لكنني ممتنة لما يحدث. You get used to it, but not you're thankful for that every day. كل يوم يقول لي بعد عملية زراعة القلب لي سأفعل هذا أو ذاك. لا يستطيع الانتظار حتى إجراء العملية. وهو يناديني في الليل أحياناً ويقول ماما تعالي واستلقي بجانبي. فأظن أنه خائف، لأنه يعرف أن حالته تتدهور، ويعلم أن هناك أناساً لا يحصلون على قلب في الوقت المناسب. هذا هو نمط حياتنا. الموت كامن في مكان ما، قريب دوماً، لكنني مؤمنة بأن معجزة أخرى ستحدث في حياتنا. في الأوقات الصعبة هناك راحة في أداء الواجبات البسيطة كالطبخ معاً وتحضير وجبة العائلة، فلكل شخص دور يؤديه. هذا عادي وطبيعي، وهو أمر يريد المرء التمسك به. إنه يضعف يومياً، لكن روح القتال لديه تبقى قوية كسابق عهدها. أخوه مونتي عاد من إنجلترا. كنت في إنجلترا في أسوأ وقت مرت به أختي ميلاني. حين كنت في الخارج لم تكن تصيبني الصدمة اليومية كما هم هنا. أعتقد أنه يمر بالمرحلة التي لم أشهدها حين مرت بها ميلاني، لهذا فإن الأمر حديث بالنسبة لي على خلاف أفراد العائلة الباقين، فجميعهم مروا بهذا مع ميلاني، وأنا أرى الطريقة التي يبتلع بها طعامه الآن والتغيرات التي تحدث على مستوى جسمه، كما لو أنه اليوم الموعود حيث يجب أن يحدث شيء ما، ويجب أن يتوفر قلب بسرعة لأن حاله تسوء أكثر فأكثر. أتمنى أن يحصل على قلب بسرعة حتى يستطيع الاستمرار بحياته بشكل طبيعي. لحظة بلحظة، يوماً بيوم، وأسبوعاً بأسبوع، يصبح الانتظار داءً في حد ذاته. لقد زادت حاله سوءاً. ألجأ إلى الدعاء. لكن لا يمكنني أن أدعو للحصول على قلب.
لا. لأن شخصاً آخر سيفقد طفلاً كي يحصل ابني على قلب. أتساءل إن كانوا سيحصلون على قلب أم لا. هل سأستعيد حياتي أم أموت قريباً؟ أخاف كثيراً في بعض الأحيان من العملية، وفي حال حدث خطأ ما قد يرفض جسمي القلب. ماذا لو لم تنجح العملية؟ ماذا سأفعل حينها؟ أنا خائفة جداً حالياً على تريفر. كل يوم وكل مرة يرن فيها هاتفي ولا أكون في المنزل أعتقد أن مصاباً حل به. إنه وضع مخيف جداً والقلق يتملكني دائماً. نعم حسناً، ها نحن الآن وابننا على لائحة زراعة القلب بعد أخته. علينا خوض تلك التجربة للمرة الثانية. هذا الوضع ليس جيداً، لكننا مررنا به سابقاً. نعرف هذه الحالة ونعرف زراعة القلب. نعرف الكثير من الناس الذين خاضوا هذه التجربة، وهذا يسهل الأمر قليلاً. كلاركسدورب بلدة صغيرة لكن لها قلب كبير. حين تقع المصائب فهذا يظهر أفضل الخصال في الجميع. كان تريفر في المستشفى بجوهانسبورغ، واتصل بنا أحد أصدقائه وقال إنهم يريدون المجيء لرؤيته. فسألت عن السبب فقال لدينا مفاجأة لتريفر وأرادوا أن يفعلوا شيئاً لأجله، وقرروا بدء جولة منظمة. إن الوقوف والنظر فقط بينما تنزلق حياة تريفر الابن من الأيدي ليس بالخيار المطروح. صمم أهل كلاركسدورب على فعل شيء، فأرادوا بتلك الجولة جمع المال ونشر الوعي بخصوص الحاجة إلى قلب. كادت الدموع تغلبني، لم أصدق مدى الروعة وعدد الناس المهتمين بي. إنه لمدهش ما يريدون فعله. أشكرك على ما تفعله يا كريس. إليك شيئاً من أجل الطريق. آمل أن تكون بخير. أتمنى لك الحظ الأفضل يا تريفر. يا لها من ابتسامة كبيرة ومشرقة. هيا ابتسموا جميعاً. هناك نظرة توق في عيني تريفر بينما يراقب أصدقاءه في المدرسة وهم ذاهبون. كريس، مرحباً. تريفر الصغير في هذه اللحظة قد يحس بنسيان وضعه لأنه يريد أن يفعل ما يفعله أصدقاؤه، ومن جهة أخرى فإن الإحساس بدائه أصابه الآن. لقد وصل إلى مرحلة أصبح القلب فيها ضرورياً جداً. كل
كلنا نريد أن نشعر بأن السعادة قادمة، ومن دون ذلك الإيمان يضيق الأفق بنا، والظلام يخيم على السماء وتطبق علينا الجدران. كلمة غدا هي الهبة والنعمة الأعظم الموكلة للصغار والشباب. المستقبل هو بلدهم في عالم مثالي كامل. إنها بقعة مشرقة في حياة تريفر الصغير. لقد تم اختياره ليحضر حدثاً ترعاه مؤسسة خيرية تسمى Reach for a Dream، حقق حلمك، وتعطي الشبان من أمثال تريفر الفرصة في تحقيق أكبر حلم لديهم. مضيف الحدث هو فريق الكريكت الجنوب إفريقي الذي سيختلط مع الضيوف. هذه المناسبة سلسلة من اللحظات الكبيرة الشأن لتريفر الابن، فالكريكت هي لعبته المفضلة والأولى. ألا وقعت له رجاء؟ إنه معجب بك كثيرا. لقد أعطوه مضربا وألبوما ليجمع فيه بعض التواقيع من اللاعبين. كل اللاعبين المشهورين كانوا موجودين. هذا رائع. حقا؟ نعم، جيدة بحق. أمر رائع. كل الصور لديك. أصاب مونتي الإعجاب. لقد أعطونا آلة تصوير تستخدم لمرة واحدة. هل صورتهم جميعا؟ التقطت صورا مع الجميع. هل أعطوك مضربا؟ نعم، أعطوني واحدا. إنها مؤسسة تحقق الحلم بحق، لكن الحلم الذي يريد تريفر تحقيقه لم يتحقق إلى الآن. جميل أنك حصلت على تواقيعهم، كلهم وقعوا هنا. لم يعثر له على قلب بعد، ومع مرور كل يوم تسوء حالته أكثر. سأضع لها إطارا. سيكون ذلك جميلا. أنا مسرور جدا بحصولي عليها. عثرت ميلاني على عمل كمحررة في صحيفة محلية بينما تنتظر بدء الفصل الدراسي. لقد تم قبولها كطالبة في جامعة الفنون. إن ميلاني مثال البطل بالنسبة لي. حين أمر بأيام عصيبة أتطلع إليها فأتحمس حيال زراعة القلب. لقد تباطأت حركة تريفر الصغير. ولمن لم يره منذ فترة فإن التغير البدني الذي حدث له يثير الصعقة. قلبه الواهن بالكاد يستطيع ضخ الدم في أرجاء جسده. بشرته صارت حمراء وجلده تورم ومستقبله مكتوب على وجهه. من دون إجراء عملية زراعة القلب بشكل سريع الموت سيحل زائرا عليه. أخلد إلى النوم كلما شعرت بالضعف، وهذا الإجراء ينجح معظم الوقت. الاكتئاب والضعف والأسى موجود على النفس طوال اليوم، فأجلس وأسأل نفسي لماذا اختارني القدر؟ هناك الكثير من الناس الآخرين، لماذا أنا؟ إن هذا هو أسوأ ما قد يصيب الإنسان. يجب أن أكون إيجابياً حيال ما لا يزال لدي. فالشعور الإيجابي والإيمان يعني تغييراً كبيراً في حالات كهذه. إذا لم يزد تفاؤلك أو تشاؤمك، عندها يكون هناك خطأ ما لديك، لأن هناك عملية تخوضها الآن. ومن الطبيعي أن تصبح إما أكثر تفاؤلاً أو تشاؤماً، يعني إما بالاتجاه السلبي أو الإيجابي، وهذا طبيعي. هناك رابط يربط الدكتورة فوسلو مع مرضاها، وهي تعرف ألغيرد منذ 5 سنوات. إنها مدركة لكل التحديات التي على تريفر الصغير مواجهتها. توقعنا أن يحصل على قلب خلال فترة 3 أشهر. لقد مضت سنة الآن والوقت ينفد منا. إن صدف وأجريت له العملية فإن فرص بقائه ستكون ممتازة، وسيكون القدر قد اختار له حياة جديدة.
نحن نعتمد على الإرادة الطيبة لدى الناس الذين فقدوا أحباءهم لتوهم. ورغم أننا نحصل على القلوب من وقت لآخر، أي حوالي 20 إلى 25 قلباً في السنة، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستلائم تريفر أو أن فصيلة الدم ستكون مناسبة لتريفر، وهذه هي المشكلة. لم نحصل على قلب ملائم لتريفر منذ سنة، وهذا ما يدعو للقلق بحق. حالته تتدهور، وهذا ما قد يؤدي إلى زيادة مدة إجراء العملية، وقد تكون تلك الفترة هائجة أكثر، ومن الضرورة الإسراع بتلك العملية لأن حالته ساءت كثيراً ومضت فترة طويلة وهو في المستشفى منذ السنة الماضية. ينتابني القلق حيال حالته، ولا يمكن أن نعرف ما يحدث معه إلى أن يحدث. كل ما نستطيع فعله هو أن نتمنى أن يكون تريفر بخير. نتمنى أن يكون الخير المقيم الدائم في بدن تريفر حتى يحصل على قلب بسرعة كافية. يقدر الأطباء بأن تريفر الصغير سيعيش من 2 إلى 4 أسابيع أخرى على الأكثر. يأس آل جيرد في وجه هذه الحقيقة المحتومة، وعليهم التعايش مع هذه الحقيقة. تريفر يبيع الفواكه إلى المناجم. الوالدة ماريكا تعلم في المدرسة. يوم آخر وفرصة جديدة. بعد 1 سنة و10 أيام منذ وضع تريفر على لائحة زراعة القلب، أخيراً عثروا له على قلب. قدمت شركة وطنية طائرة خاصة ستسارع بتريفر الصغير إلى كيب تاون لإجراء العملية. إنها رحلة أخرى، لكن هذه المرة الرحلة يغذيها الأمل، والصلاة الخفية لآل جيرد والإيمان والشجاعة ستكون جميعاً المكافأة لهم، فيجب أن يحصل تريفر الصغير مثل أخته على فرصة ثانية في العيش. تطغى العاطفة في الوداع دائماً، ولا تكون سلطة العاطفة قوية لأقصاها إلا في حالات كهذه. كل ما يقع أمامهم على الدرب لن يكون سهلاً أبداً، إلا أن الخبرة والتجارب السابقة أعطت القوة لآل جيرد والحق في أن يكون لديهم أمل، وهم كأسرة متعاضدة استطاعوا التغلب على المشاق من قبل. هذه هي مدرستي، إنها مدرستي. لم يصدق ذلك حين قلت له. بدأ يسألني مراراً وتكراراً إن كان الأمر صحيحاً، فأخبرته بأن يهدأ ويحزم أغراضه، وسنطير خلال ساعة. آل جيرد متعودون على تلمس أوجاع بعضهم، وهو أمر تطور لديهم على مر السنوات، فهم حين يتكاتفون ويضمون بعضهم البعض يفقدون الإحساس بكل المخاوف والقلق. أنتم تأكلون كثيراً في الخلف، إذا مررنا بمطبات فستشعرون بالسوء كثيراً. قلب المتبرع في جوهانسبرغ، والطائرة الخاصة نفسها ستأخذ الفريق الطبي إلى هناك من أجل الفحص، على أمل أن يأخذوا القلب ويعودوا إلى بلدة كيب تاون. في أذهانهم فكرة واحدة، أن يحدث الأمر مجدداً.
إنها رحلة سافروا فيها مرات عديدة، ودائما يتوقعون النتيجة نفسها ويشعرون بالتوتر نفسه. الدكتورة فوسلو تغادر منزلها لتجهز نفسها من أجل العملية. الدكتور ثانينغ وفريقه في طريقهم إلى جوهانسبرغ، لكنهم في النهاية ينطلقون في الاتجاه نفسه. كل الطرق إلى مستقبل تريفر الصغير ستلتقي في مستشفى كريستيان بارنارد ميموريال. يا إلهي، لقد حصلنا لك على قلب. متى عرفتم بالأمر؟ تلقيت اتصالاً لكن لم نتأكد بعد. هل يستلقي هكذا دوماً؟ لا، أحياناً. كنت سأتورم لو بقيت مستلقية هكذا. يعدل تريفر الصغير سريرة، إنه فعل لا إرادي. أشعر بالجوع. هي إيماءة تدل على أنه تعود على ذلك. لا يمكنك أن تأكل شيئاً في الأيام الثلاثة القادمة. سأصبح نحيلاً جداً. لا تقلق، ستكون بالسمنة الكافية. مزاجه متقلب، لكن له الحق في ذلك، فقد خاض تجربة مريرة. وصل الفريق الطبي إلى جوهانسبرغ. هناك مشاكل كبيرة. إنها ساعة الذروة في النهار. حتى الازدحام على الطرقات يجعل المدينة تصبح عقدة مشبوكة. عملية إزالة قلب تريفر الصغير ستبدأ قريباً. إن لم يستطع الدكتور ثانينغ وفريقه بلوغ المستشفى قريباً، فإن أسوأ السيناريوهات قد يحدث. لا يكون هناك قلب لاستبدال قلبه. أخيراً تمت إزالة قلب المتبرع ووصلوا به إلى المطار، إلا أن وقتاً ثميناً قد ضاع. ظروف الطيران تصبح أسوأ. الموعد المحدد من 4 ساعات في وضع القلب من جسم المتبرع إلى جسم المضيف صار تحت التهديد. حالما نصبح في طريقنا يجب أن يكون المريض جاهزاً للعملية، ونحن نفعل هذا عبر تواصل الفريقين الطبيين طوال الوقت، فيجب أن يصل القلب ويكون المريض جاهزاً حتى لا يحدث أي تأخير آخر. إنها عملية معقدة جداً وتتطلب خبرة كاملة من أجل إجراء المسألة برمتها. وصلوا إلى كيب تاون، لكن بقيت أمامهم نصف ساعة لبلوغ المستشفى. يحتاجون لشوارع فارغة ليصلوا في الوقت المناسب، سريعاً، لكن ليس سريعاً جداً. إن وقوع حادث الآن قد يكون مثل حكم بالإعدام. كل محطة وكل إشارة مرور تسرق الثواني الثمينة. أخيراً المستشفى. شكراً جزيلاً لكم.
ثلاث ساعات وعشرون دقيقة. مرحبا جميعا، لقد مضت ثلاث ساعات وعشرون دقيقة إلى الآن. تريفر الصغير جاهز، بقيت أربعون دقيقة لإدخال القلب إلى جسده. يعيش ألغارد بتوتر وضغط كبيرين كل لحظة في حياتهم. لقد وصل قلب المتبرع وزاد بذلك التوتر والإرهاق. سنبدأ بإخراج القلب. إنه بخير. لقد ذاب كل الثلج. حسناً، دعونا نخرجه من الكيس بحذر. سأجهزه الآن. هل أخذتموه الآن؟ هل أخرجته رجاءً؟ نعم. حسناً، أشكرك. أمسك به لو سمحت. آلة القلب والرئتين هي التي تؤدي وظائف القلب في جسده إلى أن يوضع له القلب الجديد ويبدأ بالعمل مرة أخرى. فإن معجزة التكنولوجيا صارت إنساناً. سأفككه وأزيل غشاء التامور الآن. إنه في حال جيدة. أزيل القلب الشجاع لتريفر وهو ينبض. تقلص المدى الزمني من أربع ساعات في وضع القلب من جسد إلى جسد، وأصبح المدى الزمني مجرد لحظات. يجب تشذيب القلب الجديد إلى الشكل المطلوب ووصله بالأوردة والشرايين. اثنان اثنان ثلاثة تسعة، إنها الأرقام الأكثر أهمية في حياة تريفر الابن. صار له قلب جديد، إنه يخفق فيعيش تريفر. لقد أبدى القلب الجديد أربع ساعات من دون دعم أو نبض في عملية النقل، وهو الآن في الجسم. انتهى الجزء التقني الحقيقي في العملية والقلب يخفق الآن، لكنه يحتاج إلى وقت ليستعيد عافيته، وسيتطلب وقتا لا بأس به كي نرى إن كان هناك نزيفا، لكنه كان مناسبا جدا لتريفر حسب ما وضعناه. أنا متأكد أنه سيعمل بشكل ممتاز، إلا أن القلب يحتاج إلى راحة، لهذا فإنه سيستغرق حوالي الساعة أو الساعتين قبل أن يؤدي مهمة الدورة الدموية. ألن تفحص الضغط الأبهري؟ حسناً. دعونا نفصله عن آلة القلب والرئتين. لنتأكد إن كان القلب يخفق بالسرعة الكافية. كل شيء يعمل بشكل جيد، كل شيء ممتاز. حجم القلب كان أكبر مما توقعت. كانت الفتاة بنفس حجم تريفر تقريباً، باستثناء أن قلبها كان قوياً. نحن ندع القلب يرتاح قليلاً لأنه جاء من مكان بعيد، لكنه يعمل بشكل ممتاز. سنرى الوضع يومياً ونأمل بأن يصبح مثل أخته بخير وسلام. أوه.
وجود الأصدقاء نعمة، لكن في النهاية يأتي وقت يجب أن يلجأ فيه الإنسان إلى مكان خاص، حتى عندما يكون بصحبة الأسرة فقد يحتاج للوحدة ويكون مجبراً لمقابلة مشاعره وجهاً لوجه. عندما رأيت أخي هكذا كنت خائفة، بدا الأمر غريبا لي، خفت عليه، لكنني كنت مسرورة لأجله. أعرف كيف يكون حال المرء الجالس قرب السرير كما كنت أعرف حال المستلقي على السرير. إنه اختلاف كبير وهذا مقلق، فشخص آخر تحبه يتألم، ومن المخيف أن أعرف ما يمر به وما يجري له. جهاز دعم الرئتين يجعل حضوره مسموعاً. تريفر مثل أخته كان عليه الانتظار طويلاً للحصول على قلب، لدرجة أن استعادته لصحته وعافيته سيكون أمراً معقداً فوق العادة. واضح أننا أردنا أن يكون هناك قلب مناسب تماماً من نفس العمر ونفس فصيلة الدم والحجم نفسه، لكن مع أخذ حالة ريفر بعين الحسبان فإننا وصلنا إلى مرحلة حيث حجم القلب وفصيلة الدم كانتا كافيتين حسب حالته، ورغم أنهما ليسا من نفس العمر إلا أن الباقي ينبغي أن يكون مناسباً. نحن منتشون من السعادة، الأمور كلها تجري على نحو حسن، والأطباء راضون بهذا القلب الجديد وبالطريقة التي يعمل بها الآن. حمدا لله على هذا النجاح الكبير. نحن سعيدون ومرتاحون جدا ومتعبون جدا بسبب هذه المرحلة. لقد مررنا بيوم شاق وتأخر الوقت الآن، وسنرتاح قليلا. لقد كان مستيقظاً ومعافى هذا الصباح. نحن الأطباء نتحفظ قليلاً في عمليات زرع القلب الخاصة كهذه، ولا نعطي الكلمة الأخيرة إلا بعد فحوص كثيرة. لهذا نحن لا نخطط لإزالة جهاز التنفس اليوم، لكن سنفعل ذلك صباح الغد. قد نراجع قرارنا هذا خلال النهار، فقد لا يكون مرتاحاً بقضاء نهار آخر على جهاز التنفس. سأرى إن كان الأمر يجري على ما يرام. استمرت الطبيبة فوسلو بمراقبة كل خطوة في مسار استعادة تريفر الصغير لعافيته. إنها تخبر ألاغارد بحالته وهم شكورون ومرتاحون، ولكن يحتاجون إلى التأكد أكثر. يبدو أنه بخير، لكن لا ينبغي أن نسارع إلى إطلاق الأحكام الآن. أرجو أن تتحلوا بالصبر. لقد استيقظ وهو ليس مرتاحاً كثيراً، ربما يريد أن يكتب رسائل لكم، إلا أننا نفضل إبقاءه مخدراً. ميلاني أولاً والآن تريفر الصغير. حدثت المعجزة مرتين. لا يزال على جهاز التنفس ولا يستطيع التحدث، ولكن بإمكانه الكتابة
لقد أرسل رسالة لشخص عزيز عليه. يبدو أنه اليوم أفضل حالا بكثير. لقد استعاد وعيه بشكل جيد. إلى الآن يبدو كما لو أن الأمور اتخذت منحا سريعا. إنه يجلس الآن ويكتب الرسائل لنا، طلبات وأوامر. أعتقد أنه عاد إلى طبيعته القديمة. نأمل أن يستطيع المشي في فترة أسبوع. يجمع تريفر الصغير أغراضه ويحضر نفسه للمغادرة. إنه يبدو كشخص يخرج من الفندق، كما لو كان شخصاً ينتقل إلى الطور الثاني من رحلة، متجهاً إلى مكان لم يوجد فيه من قبل. اعتقدت أن تلك هي علبة شامبو. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المنزل أخيراً. لا، يجب أن تبقى هنا. نعم، ابقى لي بضعة أيام. أخرج نهار الجمعة أو السبت. لا، لقد اكتفينا من هذا المستشفى. سنخرج بعد إنهاء الاستمارات. تريفر الصغير متحمس للخروج، ولكن كما العادة هناك استمارات عليهم ملؤها ووثائق عليهم توقيعها، إضافة إلى فحص شامل ونهائي. فهذه المرة يفحصون القلب الجديد ليتأكدوا من سلامته. سألقي نظرة أخيرة على سجله الطبي. إنه التقرير الطبي الأخير واللائحة الأخيرة للأشياء التي عليه فعلها والتي يجب تجنبها. تأتي بعدها اللحظة التي انتظرها ألغيرد، فبإمكان تريفر الصغير أن يبدأ بعيش اليوم الأول من حياته الجديدة. سنبقى في كيب تاون لأجله بالتأكيد، ويجب أن يكون قريباً من المستشفى. جئت إلى هنا بقلب القديم وأغادر الآن بقلب جديد. سنستأجر منزلاً جديداً هنا على شاطئ ميلكبوس، حيث بإمكانه الذهاب إلى الشاطئ كل صباح وظهيرة واستنشاق الهواء النقي. فحين كانت الحال مع ميلاني، وجدنا المشي معها في الصباح والعصر أمراً في غاية الروعة، وهي استمتعت بذلك. الناس الذين ينتظرون قلباً جديداً يعتقدون أحياناً بأنه قطعة من آلة أو قطعة غيار يحتاجها المرء لسيارة، ولكن بعد فترة حين يشعرون به يخفق بداخلهم يبدأون التفكير بالشخص الذي وهبهم حياتهم الجديدة ويتساءلون، ترى كيف كان شكله؟
كنا مشغولين بالانتقال، حزمنا معظم حاجاتنا في الليلة الفائتة ونقلنا الأشياء الكبيرة الحجم. كنا قد نقلنا الكثير من الأشياء الصغيرة خلال الأسبوع. كنت في الخارج أتسوق، فجاءني اتصال هاتفي يقول إنهم على وشك الانطلاق. سارعت إلى المنزل، كان ينزل على الدرج وكان غاضبا جدا لأن لم يعثر على حبل لربط الأغراض في الخلف، وكان براين مشغولا بتصنيف كل شيء. بعد 5 دقائق تلقيت اتصالا من براين يقول إنه يريد رقم طبيب تيم، فقد وقعت حادثة صغيرة. لقد وقع تيم من خلف الشاحنة، فلأنهم لم يربطوا الأغراض في الخلف فلتت النضد وأخذت الريح تيم مع النضد، فاتصل براين مع الإسعاف فورا. حين وصل تيم إلى هناك عرفت أن الأمر لن يكون بخير، فاتصل بي براين وسأل إن كان تيم قد مر بنوبة دماغية من قبل، فعرفت أن الأمور سيئة جدا. بعد النوبة 9 في مستشفى كانيسنا لم أعد أحسب النوبات. تمت المسارعة به من المسرح بعد أن أجريت له العملية، واتصلوا بي نحو 1 صباحا وأخبروني أن من الأفضل أن أذهب إلى المستشفى. الأمر الذي لا يصدق هو أنني حين دخلت غرفة العناية المشددة كانوا يعالجونه بالصدمة، ولم يخفق قلبه إلا بعد الصدمة 3، لكن حين زرعوا القلب الإميلاني لم يحتاجوا حتى إلى وضع الصدمة للقلب، وهذا أمر عجيب لأن ابني توفي أساساً بسبب نوبة قلبية. كان فتاً رائعاً منذ أن كان طفلاً صغيراً، وقد حدثت أشياء كثيرة في حياته الصغيرة، ورغم حقيقة حدوث كل هذه الأشياء لكنه لم يقلق أبدا. السعادة كانت حليفه الدائم. اعتدنا أنا وأمه الاستيقاظ باكرا، خاصة فجر الاثنين، وكنا نأخذه في الصباح إلى المدرسة. وضعت شريطا في المسجل ونحن في السيارة، وكان لمغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي، فبدأ تيم يغني مع صوت بافاروتي العميق، فضحكنا أنا وأمه كثيرا. قال لنا أتعلمان حين أكبر ماذا سأصبح؟ سأكون شريك بافاروتي في الغناء. وعاد إلى الغناء مجددا ثم قال هذا لن ينفع، سيكون ميتا عندما أكبر بكل الأحوال. كان مصاباً بمرض السكري منذ 7، وكنا نعطيه 7 إلى 8 حقن في اليوم، لهذا كان كل يوم يحصل على 16 وخزة بالإبر، ففي كل مرة يأخذ لقاحاً كان عليه أن يوخز إصبعه ليعرف مستوى السكر، ولهذا في أغنيته حول نفسه قال إن هناك ثقوباً في جسمه أكثر من الثقوب في جسم المغني 50 سنت من الوشوم، وذلك صحيح. لقد أحببت موسيقاه، لا بل عشقتها، تلك كانت طريقة تعبيره الشخصية. لقد تحدثت معه عن تلك الموسيقى بطرق عديدة وعرفت ماذا في به. موسيقى تيم كانت مليئة بالطاقة، ذلك كان الانطباع الأول الذي حصلت عليه حين دخل الاستوديو لأول مرة. لقد جاء بطبيعة منقادة بطاقتها الكبيرة، وبدا الشغف واضحا في عينيه. Yeah, right. Just a little unstable. One leg missing from my dining room table.
أعلم أنه سيكون سعيداً بمعرفته أنه وهب حياة لشخص آخر بإعطائه قلبه، خاصة لفتاة شابة. إنها بنفس عمره تقريباً، وهذا أمر رائع. لقد فكر بالأشياء التي لم يفكر بها الشبان الآخرون في عمره. كان شاباً ذا تفكير عميق ومميز. لقد زاره الموت باكراً جداً. كان أمامه الكثير ليفعله، ولهيب الحياة كان مشتعلاً في قلبه. كان يريد صنع شيء، وقد عاش لأجل الحياة وتوفي قبل أوانه، لكن شخصاً آخر اكتسب الحياة، وهذا ما نتمسك به الآن. لقد فارق هذه الحياة، هذه هي الحقيقة، لكن شخصاً آخر يعيش بقلبه.